فاضل، يمكن العراق الجميع يعرف بأن به مدارس فنية كبيرة، كان على صعيد بدايات ناظم الغزالي من الأغنية الريفية من جنوب العراق والأهوار، وانتشرت ناظم الغزالي والفنان الكبير سعد جابر وكاظم السهر وكثير من الأسماء المهمة. لكن اليوم أسأل، هناك كثير تأثروا بمطربين وفنانين بدوا بهذه المدارس العراقية، لكن اليوم أنت تتواجد بالقاهرة، حينما يبدأ الفنان من الخارج يكون هناك هواه ينتمي إلى هوى القاهرة بأسمائها ومطربيها وألحانها، بمن تأثرت من الفنانين في مصر؟ الحقيقة هي البداية ما كانت من القاهرة، من العراق يعني، لكن الفترة هاي السنوات اللي عشناها أكيد خلتنا، يعني أنا أعتبر من المحظوظين أنه عشت بين حضارتين، حضارة وادي الرافدين طبعا جزء من حياتي، وأكملت هاي السنين يعني في حضارة مصر وادي النيل. ف يعني تأثري بال، يعني احب كل الفن هاي، يعني انا يعني كذا تسألني عن ذوقي، يعني احب الفن، يعني نقول السبعيني، يعني الفن الطربي اكثر، يعني اميل له اكثر، يعني مثلا احيانا اسمع اغاني خفيفه بس ما تستهويني مثل ما تستهويني الاغاني الطربيه. وإذا تريد التأثر يعني كملحن، أنا تأثرت ببليغ حمدي جدا، وخاصة أعماله اللي يعني منحها إلى العندليب عبد الحليم حافظ. فيعني إذا تسألني كمطرب، يعني تأثرت بعبد الحليم حافظ. عبد الحليم، يعني بما أنه أنت تتأثر وتأثرت بالعندليب الأسمر عبد الحليم، نعم، فبعد ما نتحدث عن عبد الحليم ونحن في حضرة عبد الحليم، وخاصة عندما نتواجد في القاهرة